Okay, we are live now. You can start now. We are live. Okay, perfect. بقدر أعمل شير للسكرين؟ You can now share screen. لا مش قوي. اوكي It's okay. You can start. طيب اهلا وسهلا في الجميع ويعطيكم الف عافيه واهلا وسهلا فيكم في الهاكاثون مره ثانيه واحنا اكيد متحمسين نسمع الابداعات ونطلع على الافكار الكبيره اللي راح تجيبونا اياها ان شاء الله بهاي الهاكاثون. So you think you can innovate, هذا التايتل اللي احنا حبينا اليوم نتشارك فيه معاكم. واحنا عارفين انه الجواب لهذا السؤال اكيد يس. طبعا انا كنت معاكم السنه الماضيه بالهاكاثون تبعت الامارات وشفت كثير من الابداعات والافكار اللي كنا سعيدين انه نشوفها من كثير من الشباب اللي شاركوا معنا السنه الماضيه. السنه هاي متحمسين اكثر واكثر. انا اسمي احسان طاشمان، I'm Solutions Architect working مع AWS ومعي زميلي امجد. اهلا بيكم جميعا وان شاء الله بالتوفيق لكم جميعا في الهاكاثون السنه دي. زي ما قال زميلي احسان, big yes is the answer that we are expecting منكم جميعا. اسمي امجد زكي وانا شغال سوليوشن اركتكت في اي دبليو اس في ميدل ايست ونورث افريكا, وسعيد ان انا شارك زميلي احسان النهارده ان احنا نعرفكم بشكل اكبر واوسع ازاي تقدروا تستخدموا اي دبليو اس في الافكار العظيمه اللي انتم هتطرحوها ان شاء الله. رائع. طيب نبدا احنا يا شباب يا صبايا, وشكرا لوجودكم بدنا اياكم تكونوا متحمسين خلال الساعه القادمه. راح نعطيكم افكار متنوعه ونعطيكم هاو تو جيت ستارتد وذ اي دبليو اس. اذا عندكم فكره حاليا اكيد حابين هذه الفكره انها تصير انتو سمثينج تانجبل تاخذوها ان شاء الله للكومبيتيشن ولا لا كسر ومن ثم للمستقبل. فهدفنا انه نساعدكم تو بيلد فاست بيلد بيتر, وبدنا نعمل كمان سمارت ايدياز. وكلياتنا اكيد شفنا الاسبوع الماضي لما وصل مسبار الامل للمريخ, وهي اعطتنا صراحه دافع احنا الشباب واحنا العرب انه لا مستحيل. ولما بنسمع انه العرب وصل للمريخ فاكيد في عندنا كثير افكار ان شاء الله مستنيينها منا احنا الشباب انه نعملها بهذه الهاكاثون وبالايام القادمه. الثلاث مسجات الرئيسيين اللي حب انا اعلق عليها انه لما بدنا نبني فكره, هذه الفكره بدنا نستخدم لها مجموعه من التولز والكابابيلتيز اللي بتساعدنا هاي الفكره تكون بطريقه افضل. وبدي يكون انا في عندي مجموعه تولز افيلبل لي حتى اقدر هذه الفكره اعملها بطريقه ذكيه. هل احنا عندنا حلين؟ اول حل اني انا ابنيها بايدي, ابني كل التولز والايدياز واعمل مثلا tools اجيبها from scratch, او ممكن ان اعتمد على AWS اللي عندنا مجموعه services available لكم حتى انكم تبنوا وتستخدموا هذه الفيتشرز. فالسؤال اللي حاليا اكيد موجود مع بين عديد منا انه why innovators build on AWS؟ ايش هي التولز اللي موجودين لنا نقدر احنا نبنيهم على اي دبليو اس وهاو تو جيت ستارتد؟ وراح اليوم نغطي هاي الاشياء كلها بالسيشن انا وزميلي امجد. خليني اذكركم شوي على اي دبليو اس. اي نو ممكن كثير منكم اشتغل على اي دبليو اس قبل او ممكن حضرنا بالهاكاثون بتاع السنه الماضيه,
لكن لما نيجي نحكي احنا عن اي دبليو اس رح نحكي عن طبعا الكلاود كومبيوتنج. الكلاود كومبيوتنج عباره عن اون ديماند دليفري للريسورسز، بدل ما انه احنا انا عندي فكره معينه، بدل ما انا اروح اجيب هاردوير ومن ثم تو سيت اب هذه الاي دي على هذه على الهاردوير، اي كان يوز ذيس سيرفيسز الافيلبل من الكلاود بروفايدر اللي هو اي دبليو اس بالحاله هاي، حتى انا تو سيت اب ماي ايديا كويكلي بدون ما يكون انا في عندي اب فرونت كوست. ايماجين يو هاف ان ايديا يو نيد تو سيت ات اب ايميديتلي اند تست ات ايميديتلي، فما في داعي انا تو جو اند برينج هاردوير اور بيج ماشين تو سيت اب ماي ايديا اس ويل. But that's why انت راح تستخدموا الكلاود تو فور يور ايدياز ذا سيم از مليونز اوف كاستمرز اللي اوريدي انوفيتنج اون ذا كلاود. اذا بنسمع اكيد شركات سواء كانت من اوبر كريم حتى بريتش بتروليوم حتى اميريتس ان بي دي حتى ام بي سي ارامكس، all of these customers حاليا they are using the cloud environment for the innovation. وان شاء الله انت حتكونوا المستخدمين المستقبليين حتى تطوروا الافكار الى tangible results. فالكي ايدياز when it comes to the cloud why this can be used في الهاكاثون اللي عبارة عن خمس factors. أول واحد I need to build faster which means إحنا حالياً في عنا mission بالهاكاثون، في عنا أفكار بدنا نطورها إلى نتائج، بدي أستخدم thousands of tools أو services تكون available إلي حتى أنا أطور هذه الفكرة إلى execution. من الشغلات اللي أنا كتير دائماً بنصح فيها الانوفيترز أو البيلدرز انه to be flexible. انا ما بدي اعطيك limitation انه اذا عندك بدك تستخدم database تجو على certain database type، لا، في عندك options تستخدم multiple database options، بدك SQL database بدك NoSQL database، فيك تستخدم ال option اللي بدك اياه. اذا حبيت تستخدم بالافكار تبعتك AI solution why not bring AI to the story، or اذا عندك IoT او اذا في عندنا مثلا حب تعمل موبايل ابلكيشن موبايل ديفلوبمنت، او اذا حبيت تعمل كول سنتر وكيف تشبك الكول سنتر على شاتنج كابابيلتيز، ففي عندك انت هاي التول بوكسز اللي بتمكنك انك تكون فليكسبل تو انوفيت بالايديا تبعتنا. وشغله كثير مهمه انت يو نيد تو فوكس على وات از امبورتنت. اجين في عندك تو اوبشنز، على سبيل المثال بدنا نعمل احنا داتابيس، ففي عندك اوبشن ان ناخذ سيرفر تو انستول الداتابيس على هاي السيرفر ومن ثم تعمل مانجينج لهي الداتابيس وتو بروسيد بالاي دي تبعتها، او بتستخدم داتابيس از سيرفيس او مانج داتابيس اوريدي اي دبليو اس مانجينج داتابيس لك، فانت بس بدك تستخدمها. اذا حبيت اي بي اي جيت واي فيك تستخدم اي بي اي جيت واي سيرفيس فور ذات ريزن، نو نيد تو بيلد اند مانج يور اي بي اي بلاتفورم. اذا حبينا نضيف شات بوت او ايمج ريكوجنيشن كابابيلتيز AWS provides API into هذه capabilities، فأنت فينا نستخدم a lot of the image recognition capabilities بدون ما أنا أعمل الموديل تبع الـ AI. وراح نحكي شوي later on أمجد هيحكي لنا أكثر عن use cases استخدمناها بالـ AI. فبنركز على what is important rather than أعمل أشياء اللي already AWS عملت الـ heavy lifting لإلنا. الفكرة later on راح نترجمها إلى solution، وإن شاء الله ممكن الأفكار الناجحة ممكن later on تطبق للمستقبل. فأنا بدي أبني reliable, scalable and secure platform، فهي شغلات بتساعدنا باستخدام الـ AWS Cloud. How to get started؟ راح تشوفوا اليوم بخلال البرزنتيشن راح نعطيكم مجموعة links حتى أنكم تروحوا عليها وتستفيدوا من مجموعة tutorials ومجموعة أفكار بتساعدكم في الهاكاثون. أول link أكيد راح تقدر ترجعوا لهاي البرزنتيشن والريكوردينج، build on AWS a lot of services tutorials available لكم، زي كأنه احنا في عندي builder toolbox بالطول التول بوكسز اللي بدك اياها من خلال هذه السوليوشن. لو سألته طيب احسان احنا شو هي السيرفيسز اللي سوري هاي التول بوكس اللينك اللي انا حكيت لكم اياه عباره عن البلاتفورم الافيلبل فور يور اندر ديسبوزل حتى انها تستخدم السيرفيس الموجوده. طيب لو سالتونا احسان وامجد ايش هم السيرفيسز اللي افيلبل اللي بتقدروا تستفيدوا منها؟
AWS في we have more than 175 plus services سواء كانت من AI إلى IoT إلى servers إلى networking storage connect chatting إلى آخره. فهاي services available لما بتعمل AWS account و it is like the toolbox you can add had the services you can add them على ال environment تبعنا. راح نعطيكم إحنا أكثر من example سواء لو بدنا نعمل machine learning idea أو إذا بنعمل mobile application أو إذا بنعمل مثلا image detection algorithms. خلينا نمشي في بعض هاي ideas ونشوف how can we dive deep أكثر ونستخدم services اللي بدنا إياها. أول example موجود عندنا حاليا مثلا أنا حاب أعمل mobile application or platform. هذا platform it is like a gaming for my kids or for children or for education. Imagine أنا في عندي الكاميرا زي ما تشايفين this camera we call it deep lens. هذا الكاميرا الطفل ممكن يطلع صورة ويحكي مع الكاميرا إنه يحكي له this is الكاميرا تسأله what can you see right now. بفرجي مثلا صورة goat or cat وبالتالي السبيكر تحكي له yeah this is a cat or this is a dog. فإيماجن لو بدنا نفكر أنا هذه الفكرة كيف بدي أعملها implementation من لاحظ أنا بدي algorithm machine learning algorithm that is able to detect the image اللي موجودة الطفل حاليا عم بعمل شو لها ومن ثم أنا في عندي speaker عم بيحكي له هاي الطفل شو عم بيشوف بهذه الصورة وبالتالي أنا عندي two capabilities أول إشي image recognition ثاني إشي عبارة عن text to speech وبالتالي أنا ممكن أكون في عندي مجموعة text بعطيها أنا لهاي الالجوريثم وبالتالي عم تحكيها فهون راح استخدم two services SageMaker أو Poly SageMaker حتكتب لي machine learning algorithm عليها أو Poly اللي بيعمل from text to speech وبيستخدم powerful deep learning algorithm for هذا الابروش ولو فكرنا كمان هذه الفكرة أنا ممكن أطورها أكثر ففي عندي إبداعات تانية ممكن أحكيها للطفل أجي أحكي له can you hold up three fingers four fingers five fingers يعني أنا مثلا I can educate the kids for more ideas more automated show me your big smile خلينا نشجع الأطفال يضحكوا أكثر أوكي smile وبالتالي it will detect the smile على الطفل تقول له أوكي برافو now you are smiling أو مثلا jump as a star وبالتالي عمل detection as a star أو فرجيني letter A فرجيني letter B فهاي الأفكار فيك أنت تطورها أكثر وأكثر حطها على machine learning algorithms في الـ presentation اللي قبلها حطيت لكم لينك ففيك تروح تشوف على اللينك تشوف مثلا الالجوريثم ممكن ناخذه نطور عليه وممكن كمان نطور عليه من ناحية أفكار تانية فdon't limit yourself على الأفكار الموجودين هون لكن let's think out of the box على more and more ideas هاي أول إكزامبل. الإكزامبل الثاني ناخذ لنا مثلا فكرة من ناحية ريتيل شوب. خلينا أعرفكم على دوريس. دوريس كان بيشتغل بشركة والسي أو تبعه قال له يا دوريس إحنا we have an issue where عندنا 4% of retail revenue عم تنزل لأنه الأيتمز موجودين على الشلف بيجوا الكاستمرز باخذوها لكن الريفل لهاي الشلف مش كتير up to date. فتخيلوا معي احنا رحنا على سوبر ماركت في عندنا سوبر ماركت في عندنا كثير ايتمز الكاستمرز بيجي ياخذوا هذه الايتمز لكن عمليه الريفيل لهي الايتمز از نوت اوتوميتد فذس ايديا وي كول ات اندر ستوكينج ايديا ف دور السي اي او هي ايدنتيفايد انه في عندي 4% اوف الريفينيو از لوست فدوريس واز اندر ا تشالنج اي نيد تو بيلد ا سوليوشن ذات از كويك ذات از سمارت ذات از automated that is able to detect هذه الايتمز موجودين على الشلف وبالتالي اقدر اعمل نوتيفيكيشن للستور مانجر احكي له اوكي يو نيد 10 بيسز على هذه الايتم واذا انت بتعرفوا في عندنا فيتشر بامازون وي هاف امازون جو عباره عن يو جو على الاونلاين على الشوبينج على الشوب على الستور you can pick an item from that store and leave immediately no need to go على الكاونتر ومن ثم نستنى ال huge queue على الكاونترز you can the payment can done automatically فأنا بحاول أعطيكم بعض الأفكار إنه فكرة مثلها ممكن تترجم إلى
افكار اخرى موجوده في الريتيل اندستري. فخلينا نشوف احنا دوريس كيف عمل على هذه الافكار، على هذه الفكره. طبعا هو عمل ام في بي، هي بريزنتد ذات ام في بي تو هيز مانجر بنفس الطريقه اللي ممكن انت حاليا راح تعمله بالهاكاثون. فالفكره اللي عملها انه جاب سنسرز موجودين على كاميرا زي ما انتم شايفين بهذه السلايد، وهي بوت سم ايتمز اون ذات كاميرا اون فرونت اوف ذات كاميرا، ومن ثم استخدم الامازون ريكوجنيشن سيرفيس اللي بتساعد انه يقرا الاوبجكت باستخدام اي بي اي كود، ومن ثم بتعمل ديتكشن انه انت في عندك ثلاثه او اربعه ايتم في حين انه في عندك سبيس بالشلف. اي كان اسك ماي ستور مانجر تو ريفيل ذات. لكن برايك لو اجى بده يعمل المشين ليرنينج الجوريثم حتى يعمل اوبجكت ديتكشن، كم كان بده وقت حتى يعمل هذا الالجوريثم؟ اي ثينك ممكن بده وقت، صح؟ ف استخدم هو ريكوجنيشن سيرفيس اللي هو بري بيلت موديل حتى يعمل ايمج ديتكشن، وحط اذر كومبوننتس من اي دبليو اس سيرفيسز حتى يعمل هذه الايديا. خلينا نسال امجد يحكي لنا اكثر عن اركيتكتشر، كيف انه قدر دوريس يعمل هذه الايتمز مع بعض حتى يعطينا الاوبجكتيف الموجوده حاليا قدامنا. تمام بالضبط يا حسين، زي ما انت قلت هو دوريس عشان يعرف يوصل للفكره دي ويترجمها باستخدام AWS Cloud ما استخدمش سيرفيس واحده اللي هي ريكوجنيشن، لا استخدم حاجات تانية كتير جدا. خلونا نبص بسرعه على الاركتكشر دايجرام ده، هنلاقي ان في كاميرا بص على الشلف، الكاميرا دي بتكابتشر الصوره كل شويه بتبعتها للريكوجنيشن which is a complete AI service، مجرد API call لريكوجنيشن بتديها الفيد بتاع الكاميرا او بتديها الصوره السناب شوت من اتخذت من الكاميرا دي، ريكوجنيشن بيرد في الريسبونس بتاع الاي بي اي بالنمبر اوف اوبجكتس ديتكتد كام بالظبط، وساعتها دوريس عارف يوصل للرقم. هل دوريس انتهى هنا؟ لا. هل دوريس شايف ان هو عندي 3 ايتمز بس على الشيلف فقرر ان ده الاند بتاع اللوجيك بتاعه؟ بالعكس، دوريس خد الرقم ده وعمل فيدنج لكومبوننت ثانيه اللي هي عندنا اسمها اي بي اي جيت واي، دي هو كانه عمل كولنج للاي بي اي، عمل بوست على الاي بي اي دي عشان يحاول يسيف النمبر بتاع الايتمز اون ذا شيلف. الاي بي اي جيت واي دي هي من اسمها باين جدا ان هي جيت واي، فهي دورها ايه؟ دورها ان هي اتس جاست اكسبوزنج ان اي بي اي. في الباك اند بتنادي حاجه اسمها لامدا سيرفيس، واللامدا دي ممكن تفكروا فيها فانكشن از ا سيرفيس، هي سيرفرلس برضو. ولما بقول سيرفرلس وهنتكلم عليها النهارده بتكلم ان هو زي ما حسين بدا كلامه، عندنا طريقين، طريقه ان احنا ناخد السيرفر بتاعنا او الماشين ونبدا نحط عليه الكود بتاعنا، او نروح للطريق الاسهل اللي يخلينا نوصل او نرياليز البيزنس فاليو اسرع بكتير، وان احنا على طول نimplement او نيوز السيرفرلس سيرفيس اللي هي في حالتنا هنا كانت اللامدا. اللامدا دي بتعمل ايه؟ بتاخد الانبوت اللي جاي على الاي بي اي وبتعمل له ستورنج في داتابيز اللي هي قدامنا اسمها داينامو دي بي. دي نو سيكوال داتابيز، سيرفرلس داتابيز، بمعنى تاني مش محتاجين نشيل البردن بتاع السيرفر مانجمنت. وفي الحاله دي دوريس عمل تو بزنس فيتشرز مهمين جدا. اول بزنس فيتشر ان الستور مانجر يقدر يخش على الداشبورد اللي بتقرا من الداتابيز دي عشان يشوف ايه الايتمز اللي موجوده وايه الايتمز اللي عددها قليل، وبالتالي يقدر يبدا ياخد اكشن على الايتمز اللي عددها قليل. مش بس كده، كمان ده هو كمان باستخدام سيرفيس ثالثه اسمها اس ان اس او سمبل نوتيفيكيشن سيرفيس، قدر دوريس ان هو يبعت ايميل للستور وركر يقول له انت محتاج تروح تعمل ريستوكينج او ريفيلينج للايتمز اللي ناقصه دي. وبالتالي الاركتكشر ده احنا قلنا فيه ثلاث حاجات مهمين جدا. اول حاجه اتكلمنا على ريكوجنيشن از ان اي اي سيرفيس، اتكلمنا على داينامو دي بي از داتابيز، واتكلمنا برضو على ثلاثه من السيرفر للسيرفيسز اللي اي دبليو اس بتصحهم اللي هم الاي بي اي جيت واي واللامدا والاس ان اس. رائع جدا. وبالتالي ثلاثه او اربعه سيرفيسز احنا استخدمناهم من اصل 175 سيرفيس او اكثر موجودين باي دبليو اس. بس ممكن هلا انت ممكن في كثير اسئله موجوده بذهنك، طيب انا لو بدي استخدم اذر ذان الايمج ريكوجنيشن ممكن استخدم ماشين ليرنينج الجوريثمز غير
طيب انا عندي داينامو دي بي نو سيكوال داتابيس، طب لو بدي استخدم اذر تايب اوف داتابيسز شو اللي افيلبل لي؟ لامدا بتعمل لي سيرفرلس اركيتكتشر. لو انا حاب استخدم شو هي اللامدا؟ لو بدي استخدم اوبشنز ثانيين ايش الكود اللي انا ممكن اعمله حتى احطه على اللامدا وبالتالي يعمل اكسكيوشن؟ كيف ممكن اعمل انا موبايل ابلكيشن لو انا حبيت اطور كل الفكره دي على موبايل ابلكيشنز؟ فهاي الاشياء اللي جايين ان شاء الله نيكست بالقسم الثاني من البرزنتيشن. خليني ابدا انا في الاي اي او بالماشين ليرنينج. اذا لاحظتوا التو اكزامبلز اللي حكيناهم، اول اكزامبل استخدمنا سيج ميكر. سيج ميكر حتى تبني موديل يعمل ديتكشن مثلا على عدد الاصابع 3 مثلا ذيس از 3 او 4 وبالتالي انا اعمل ديتكشن لها، او استخدمنا الايمج ريكوجنيشن. فالسيج ميكر عباره عن الفولي مانج سيرفيس بتساعدنا تو بيلد ترين اند ديبلوي موديل. بيستخدمها الداتا ساينتست او الديفلوبر حتى to use the algorithm. ف AWS we provide multiple type of algorithms that are available for your disposal. ممكن نستخدم هذه الالجوريثمز ومن ثم نبني الموديل. فاذا انت كنت تستخدم المشين ليرنينج as a practitioner you can build train deploy model بهذه المرحله كامله. اذا حبينا to go a bit deeper اكثر فينا نستخدم المشين ليرنينج الامازون ماشين ايمجز اللي ممكن نضيف عليها تنسر فلو كود او ام اكس نت او الى اخره من الفريم وركس الموجودين. فادم بي اس بروفايدز اليوزر سواء كان فريم ورك ليفل او بلاتفورم ليفل او اي بي اي ليفل اللي هي عباره عن بلج اند بلاي. وي هاف اوريدي بيلت الجوريثمز فور سنتمنت اناليسيس فور سبيتش ريكوجنيشن فور تكست تو سبيتش سبيتش to text, a recommendation engine, personalization engine. You can use that as an API code. وإذا بتذكروا في البداية لما أنا حكينا build faster, so you can use these API, use images, you can include that within your code automatically so you can move ahead with your hackathon. خلينا just to zoom in أكثر على هدول الـ three layers. أنا بذكر السنة الماضية لما كنا موجودين بالهاكاثون, some of the attendees or participants already استخدموا stage maker, they developed model. Others, they used some of these services الموجودين في الأعلى حتى يعملوا بعض الايدياز تبعتهم. من الأشخاص اللي كانوا موجودين عملوا virtual translator. فassume you are going into a museum and then you can translate into Spanish, into French, into English, etc. وبالتالي أو أنت بدك تعمل display للإيميج ومن ثم you can speak what you can see in front of you. فيك تستخدم a lot of these functionalities موجودين في العالم. زي ما حكيت إذا حبينا نستخدم stage maker yes you can definitely do that. فينا نبدأ إحنا من عملية data labeling حتى. فإذا في عنا مثلا مجموعة images I need to label them ممكن أستخدم object detections algorithms later on. AWS provide object detection algorithms. بدنا نعمل training, debugging and حتى deployment باستخدام ال SageMaker. I encourage you to go and see these APIs available لكم. وبنهاية أنا هعطيكم بعض اللينكس كيف ممكن to get started في مجموعة من ال API أو ال AI services. طيب next حكينا أمجد في ال architecture إنه بدنا database واكيد او data store to store a lot of information سواء كانت بحالتنا ممكن بدك تستخدم relational database او ممكن تستخدم NoSQL database. فانت في عندك two options. اول option ممكن تستخدم Amazon EC2 instance اللي عباره عن virtual machine on the cloud, install the database عليها ومن ثم you can continue. او نستخدم purpose built database اللي هو the right database for the right job. إذا بنستخدم SQL then أنت بتستخدم Amazon RDS. إذا بتستخدم NoSQL إحنا في عندنا Amazon DynamoDB as a NoSQL database. أو إذا أو في عندنا Graph database أو different databases. خلينا نسمع من أمجد أكثر إيش هم ال different database types اللي موجودين في AWS اللي ممكن تستخدمهم بالأفكار تبعتنا. تمام أحسن. أنا حابب أريئيتريت جملة حلوة جدا أنت قلتها the right database for the right job.
عصر الداتابيز الواحده اللي بنشيل فيها كل حاجه ده انتهى من زمان خلاص، ما بقاش فيه كده. بقينا دلوقتي نبص احنا الابلكيشن بتاعنا ايه، او اليوز كيس اللي بنحاول نعملها امبلمنتيشن ايه، ومنها نروح ننقي الداتابيز اللي بالظبط بتسيرف الابلكيشن ده او بتسيرف اليوز كيس دي. فزي ما انت قلت اول حاجه عندنا الاورورا والار دي اس وتشربوث تحت الكاتيجوري بتاعه الريليشن داتابيزز، بنتكلم فيها في اي ترانزاكشنال داتا سيتس يبقى اكيد رايحين ناحيه الريليشن، بنتكلم في اي حاجه هيحصل بعدها داتا وهاوسنج يبقى اكيد رايحين ناحيه الريليشنال داتابيز، سواء كانت اورورا which is an AWS proprietary database او ار دي اس اللي بتهوست عليها داتابيز انجنز كتيره جدا، سواء كانت مايكروسوفت سيكوال اوراكل او ايفن اوبن زي ماريا دي بي وماي سيكوال وبوستجريس اس كيو. طيب زي ما انت برضو قلت لو بنتكلم في نو سيكوال زي مثلا الشوبينج كارت، زي اي برودكت كاتالوج، زي يوزر انفورميشن مثلا، سوشيال داتا، فالكلام ده كله مكانه الصح هو الداينامو دي بي از نو سيكوال سيرفرلس داتابيس، دي اللي بتتيح لنا الكي فاليو اتريبيوت، وبالتالي التيبل عندي بيبقى لكل انتيتي بيبقى عندي كي وعندي فاليو، وممكن كل ريكورد يختلف عن الريكورد اللي قبله او اللي بعده في عدد الفاليوز او عدد الاتريبيوتس اللي موجوده للريكورد ده. بنتنقل للنوع الثالث اللي هو الدوكيمنت دي بي، وده من اسمها باين ان اي كونتنت مانجمنت او اني سورت اوف دوكيمنتس مطلوبه بيبقى ده مكانها الدوكيمنت دي بي. وبروح بعد كده ل whenever I need to do some caching whenever I need to do very 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 high latency sensitive applications بعوز الان ميموري داتابيزز اللي اسمها في AWS Elasticache، ودي اني ريل تايم اناليتكس اني كاشنج ريكويرمنتس بيبقى ده المكان الصحيح ان احنا نستخدمها. الجراف داتابيز اللي هي السيرفيس بتاعت AWS اسمها نيبتون، ده طبعا للسوشيال نتوركينج، كل لو الابلكيشن بيتكلم على اي سوشيال نتوركينج زي كل البلاتفورمز بتاع السوشيال نتوركينج النهارده هم بيستخدموا جراف داتابيز، لان هي اتس بيلت ان هي تماكسمايز البرفورمانس لما يبقى فيه سورت اوف تريز متشعبه وحد عنده كونتاكتس، كل كونتاكت فيهم عنده كونتاكتس ثانيه وهكذا. بروح للتايم سيريز داتابيز اللي بعدها، وده من اسمها برضو whenever there is records changing او of values changing across the time بيبقى التايم سيريز داتابيز او التايم ستريم ده اسمها في AWS هو اللي مفيد فيها. بنتكلم على اي ايفنت تراكنج بيتغير باي تايم او الاي او تي تيليمتري داتا مثلا. وفي الاخر الليدجر داتابيز اللي هي كيو ال دي بي هي كوانتم ليدجر داتابيز، whenever there is a financial transaction needs to be booked and verified immutable no one can change it it's right once، وبالتالي لو حاجه اتكتبت ما ينفعش تتغير. بروح اكتر ناحيه الترانزاكشنز اللي لابد او سيستم اوف ريكوردز لازم امنتينه واحافظ على انه ما يتغيرش خالص. وفي الاخر الوايت كولم من الداتابيز، وده مين لي برضو لي اتس كاساندرا، اتس ذا اوبن سورس كاساندرا بيلت على داتابيز اسمها كي سبيسز في اي دبليو اس. الحاجة التانية اللي اتكلمنا عليها او اللي احسان وضحها واحنا نتكلم كان السيرفرز. فايه هو السيرفرز؟ السيرفرز ببساطة زي ما يمكن قلت في الاول ان انت تعرف تستخدم السيرفرز من غير ما تشيل البردن بتاع انا محتاج اجيب فيرتشوال ماشين اوفر ذا كلاود، انا محتاج انستول بعض الابليكيشن عليه او بعض السوفت وير عليه عشان في الاخر ريلايز البيزنس فاليو. السيرفرلس ككونسبت بقى بيتكلم عن مفيش انفراستراكشر خالص، there is no infrastructure for you to provision or to manage. AWS عندها او واخده الريسبونسابيلتي الكامله ان هي تعمل الاوتو سكيلينج لده، بمعنى تاني لو انا اللي بعمل السيرفر فانا عارف ان السيرفر ده ابتدى اليوتيلايزيشن بتاعه يزيد، فهضطر اعمل يا اما اكبر السيرفر اسكيل اب او اعمل سكيل اوت ان انا اجيب سيرفر تاني. بينما في السيرفرلس AWS is completely taking the responsibility ان هي تعمل auto scaling للسيرفيس دي. طيب لو كان سيرفر عادي احنا عارفين ان مثلا بنحاسب ان السيرفر ساعة الاستخدام bx، طب في السيرفرلس هعمل ايه؟ في السيرفرلس احنا بنpay for use. يعني ايه؟ يعني لو مثلا حاجة زي اللامدا فانكشن وهنتكلم عليها in details استخدمتها لمدة 3 ثواني of execution time، هاجي اخر الشهر هحاسب على 3 ثواني بس،
لو حد استخدمها توتال اكسكيوشن تايم على مدار الشهر كله في ساعه ونص بس، فانا هحاسب على الساعه ونص للاستخدام. فانا كاي دبليو اس انا بحاسب بس على كميه الاستخدام اللي استخدمته. طب لو انا عملت فكره وما فيش ترافيك جه عليها خالص مثلا في اول 10 ايام، بالتالي الكوست بتاعي في اول 10 ايام زيرو، ودي البي بير يوز. اخر حاجه عايز اقولها، زي ما بالظبط اي دبليو اس از هاندلنج وكومبليتلي ريسبونسبل ان هي تعمل الاوتوماتيك سكيلنج للسيرفر للسيرفيسز دي، هي برضو مسؤوله تو سكيور السيرفيس دي وتنشور ان هي هايلي افيلبل. هتكلم بشكل اكبر واعمق على اللامدا فانكشن. هي ايه اللامدا فانكشن دي؟ ودي حاجه هنستخدمها كتير جدا او نقدر نستفيد بيها ككود. عندكم فانكشن هيحصل حاجه عشان الفانكشن دي تتنفذ، يحصل لها اكسكيوشن. الحاجه دي الايفنت ده قد يكون والله ايفنت جاي من بره مثلا. يعني ايه؟ يعني اي بي اي، والاي بي اي دي بتكلم لامدا، زي الاكزامبل اللي داريس عمله في اول البرزنتيشن. ف اتس ان ايفنت تريجرد فانكشن از ا سيرفيس. انا كاي دبليو اس مش بقول لك تشيل هم اي حاجه، انا كاي دبليو اس بقول لك تعالى بالكود بتاعك. الكود ده اللي هو قد يكون نود جي اس، قد يكون بايثون، قد يكون جافا، سي شارب، جو، روبي، اي لانجوج انتم مرتاحين انكم تكتبوها. هات الكود ده حطه في اللامدا فانكشن من غير ما تعمل بروفيجننج لاي سيرفر، من غير ما تاخد بالك او تشيل هم اي سيرفر. هناخد الكود ده هنبدا نعمل له انتجريشن مع اي حاجه قبله او بعده. يعني ايه قبله؟ يعني حاجه زي الاي بي اي جيت واي، ويعني ايه بعده؟ زي اي سيرفيس ثانيه في اي دبليو اس انت عايز تستخدمها. فمثلا فكره زي اللي احسان قالها، ان احنا هنعمل موبايل ابلكيشن بيعمل اوبجكت ديتكشن مثلا. فانا هيبقى عندي اي بي اي جيت واي بيكسبوز اي بي اي، بيكلم اللامدا، اللامدا والتريجر امازون ريكوجنيشن اللي هنستخدمها فور اوبجكت ديتكشن. طيب هدفع فلوس ايه؟ هدفع فلوس الكمبيوت تايم اللي حصل له اكسكيوشن. اي دبليو اس ثاني ويل بي ريسبونسبل فور السكيلنج، ويل بي ريسبونسبل فور الهاي افيلابيلتي، بحيث ان منين ما الفانكشن دي يحصل لها تريجرنج، اي دبليو اس از انشورنج ان الكود بتاعك ويل فايند ذا بروبر ريسورسز تو جيت ات اكسكيوت. انا قلت موبايل اب، هو اي دبليو اس بتسبورت كمان الديفلوبمنت بتاعه الموبايل اب، او بتدي سيرفيسز تساعدنا ان احنا نعمل موبايل ابلكيشن طبعا. وهتكلم النهارده مينلي سريعا على تو سيرفيسز. هي اول سيرفيس اسمها اي دبليو اس امبليفاي، ودي بعرف استخدمها عشان اعمل ديفلوبمنت وديليفري ومانجمنت للفرونت اند والباك اند. وهتكلم على سيرفيس ثانيه بذات الاهميه اسمها ابسينك، ودي بستخدمها مينلي عشان اعرف اديليفر الباك اند. طيب هبدا بكلامي على الامبليفاي، وتعالوا النهارده نشوف هو امبليفاي ده بقدر اتكلم بايه. فبنفس الطريقه اللي قلناها في اللامدا، اي لانجوج او فريم ورك بتاعت فرونت اند، سواء كان موبايل سواء كان ويب، انت مرتاح فيها هتعرف تستخدم امبليفاي عشان تعمل ديليفري لبروجكت بيستخدم اللانجوج دي. اندرويد، اي او اس كنيتف، طيب فلاتر، ايونيك، رياكت نيتف كهايبريد، كل دول سبورت. وكمان لو ويب بنتكلم جافا سكريبت، رياكت، انجولار وفيو. ريجاردلس الفريم ورك اللي انتم مرتاحين في الشغل فيها ايه، ات از سبورتد على امبليفاي كفريم ورك اعرف ابني عليه بروجكت وابدا استخدمه. طيب هستخدمه يعني هعمل بيه ايه؟ بعمل بيه مينلي او امبليفاي بتساعدني في ثلاث حاجات. اول حاجه الديفلوبمنت. يعني ايه ديفلوبمنت؟ يعني انا اعرف اعمل كونفيجرنج للباك اند، ان انا اعرف اعمل كونكشن بتوين الباك اند والفرونت اند، ان انا بعرف كمان استخدم بعض الريدي ميد سيرفيسز، حاجه مثلا زي الاوثنتيكيشن. طب ما احنا اي حد النهارده عايز يبني موبايل اب او ويب سايت عايز يعمل لوجن موديول. اللوجن موديول ده وراه بيجي حاجات كتير قوي، وراه بيجي يوزر داتابيز، وراه بيجي الاي بي ايز بتاعت الانتجريشن. انا النهارده محتاج اعمل الكلام ده كله بايدي؟ لا، امبليفاي بتديني الميزه ان انا اعرف في خلال دقائق معدوده اعرف اعمل انتجريشن للموديول ده اللي هو بيكسبوز سيرفيس ثانيه من اي دبليو اس اسمها كوجنيتو. في خلال دقائق بيبقى الجزء ده من الكود عندي اوريدي اشتغل خلاص. طيب خلصت الديفلوبمنت، عايز اعمل ديليفري،
امبليفاي برضه يقدر يساعدني اعمل ديليفري ازاي كومبليتلي انتجريتد مع الجيت هاب، بيساعدني في السي اي سي دي لو انا عندي السايكل بتاعه الكونتينوس انتجريشن كونتينوس ديفلوبمنت. اقدر كمان اعمل برانش للديبلويمنت، يعني ايه؟ يعني انا عندي خلاص البرانش الاصلي اللي موجود على البرودكشن، اقدر اخد منه برانش ابدا اجرب عليه بعض النيو موديولز وابدا اتست عليه، ولما بيجي اتست بتست البرانش ده بس بالاند بوينتس بتاعه البرانش ده بس من غير ما اثر على البرودكشن برانش بتاعي. بعرف اعمل انستنت ديبلويمنت منه بحيث ان انا لو خلاص عندي بيلد جاهزه وخلصانه واذا بوش اوف بتن البيلد دي بتروح يحصل لها ديبلويمنت سواء على الفرونت اند او الباك او على الباك اند، وبالتالي بعرف اعمل ديفلوبمنت وديبلويمنت من سنجل يو اي اسمه اي دبليو اس امبليفاي. اخر حاجه كمان بيتاحها امبليفاي ان انا ليت سي عندي بزنس يوزر هو اللي مسؤول عن الكونتنت عايز يغير الصور، طب هل هو محتاج يخلي الديفلوبر هو اللي يخش ويغير الكلام ده؟ هل كل لما بزنس يوزر يبقى عايز يغير كونتنت ما لازم اعمل له اكسس على اي دبليو اس كونسول بيوزر نيم وباسورد؟ لا. ثالث ميزه بيتاحها ليا امبليفاي ان انا منه بقدر امانج اليوزر داتابيس واقدر امانج الكونتنت من غير خالص محتاج يبقى عندي اي دبليو اس اكونت من خلال ادمن يو اي امبليفاي بيتي. خلصنا كلام بسرعه على امبليفاي، هو بيسبورت الفرونت اند والباك اند. تعالوا نروح نتكلم على ابسينك. وابسينك اول حاجه عايز اقولها عليه ان هو برضو سيرفرلس. يعني ايه؟ يعني هو اتس ذا اند بوينت بتاع كل الاي بي ايز اللي انا عايز استخدمها هو سيرفرلس. النهارده عندي يوزر واحد، الريسورسز المطلوبه عشان تسيرف اليوزر ده موجود. بكره عملت الفكره ان شاء الله جميعا، عملنا افكار كويسه جدا ونجحت نجاح باهر وفي ملايين الناس بتستخدمها، اي دو نوت نيد تو وري. اي دبليو اس از تيكينج اول ريسبونسبيلتي ان هي تنشور ان احنا نسكيل الاب سينك ريسورسز عشان زي ما عملنا سبورت لليوزر او الميت يوزر هنعرف ان شاء الله برضو نسبورت المليون وال10 مليون يوزر. ايه تاني بيتيحوا ابسينك؟ بيتيح الاوفلاين بروجرامينج موديل. يعني ايه؟ في ابلكيشنز النهارده انت اليوزر ممكن يقعد يستخدم الابلكيشن ده بس ما عندوش كونكتيفيتي، الداتا باندل بتاعته خلصت مثلا، اول ما يبقى كونكتد ابسينك بيسبورت ان هو ياخد وات ايفر ستيت تشينجز هابن على الفرونت اند تو ريبليكيت على الباك اند، وبالتالي السيشن بتاعه اليوزر از كومبليتلي ستورد. وكمان لو عندك تو شانلز، ليت سي عندنا موبايل ابلكيشن وعندنا ويب، السيشن انفورميشن بتبقى ريبليكيتد على الاثنين، وبالتالي انا ممكن ابدا الجيرني بتاعتي على الموبايل اب لليوزر واليوزر يديسكونكت يخش على الويب يلاقي نفسه يقدر يكمل من حيث انتهى من على الموبايل اب. طبعا بنتكلم ان هو بيسبورت ريل تايم سينكرونايزيشن مع الباك اند سواء ثرو الام كيو تي تي اللي هو البروتوكول المستخدم مينلي فور اي او تي، او سواء الويب سوكتس البروتوكول المستخدم النهارده مينلي لحاجه زي الجيمنج، حاجه زي الاستريمنج موبايل ابلكيشنز. اخر حاجه واهم حاجه فيهم يمكن السبورت بتاع الجراف كيو ال. الجراف كيو ال ده اتس ا نيو اي بي اي ابروتش بتخلي بنعمل بيتر ريسورس مانجمنت للنتورك وان ات كمز لما بيجي اكسشينج اي بي ايز بتوين الفرونت اند والباك اند. يعني ايه ببساطه؟ يعني ايه؟ يعني انا لو بتكلم ان انا شغال ريست اي بي ايز وكلكم اكيد عارفين الريست اي بي ايز، فانا لو عايز اعمل مانجنج لريسورس فانا كل ريسورس عندي هضطر اعمل له اي بي اي مستقله شايله اللوجيك ده. هل ده متاح في اي دبليو اس؟ متاح في اي دبليو اس بنود او بسيستم اسمه اي بي اي جيت واي. طيب لو انا عايز امينيمايز الاي بي ايز دي، لو انا عايز اخلي التغييرات في الفرونت اند از مينيمال از بوسيبل بينما الامكانيات المتاحه للفرونت اند بتاعي از ماكسيمم از بوسيبل، يبقى احنا بنريكومند نستخدم جراف كيو ال اي بي اي اللي ببساطه بيقدر بدل ما نعمل سنجل ريكويست فور ايتش ريسورس، انا ممكن اعمل ريكويست واحد بجراف كيو ال من الفرونت اند للباك اند، وكل ما عاوز اغير الكونتنت بتاع الريسبونس بتاع الاي بي اي دي بغير في الباك اند بس، والفرونت اند بيفضل ثابت ما لهوش اي تغيير زي ما الصوره دي موضحه. احنا اتكلمنا على حاجات كتيره قوي. يعني انا المفروض شكل الموبايل ابلكيشن في اي دبليو اس يبقى عامل ازاي؟
ببساطة الشكل ده، أنا عندي امبليفاي where it's used for the stack deployment for to deliver the stack بتاعي عشان deploy the stack بتاعي. عندي الموبايل والويب ابلكيشنز بيكلموا باستخدام اللايبرز، اول حاجه بيعملوا اوثنتيكيشن اجينست اكوجنيت يوزر بول اجينست اليوزر داتابيز اللي عندنا، بتكلم بعد كده اب سينك از ماي باك اند اي بي اي جيت واي، سواء تاني عايز استخدم جرافيك كيو ال هستخدم اب سينك، لو عايز استخدم الليجاسي ريست او اتش تي بي اي بي ايز عندي السيرفيس الثانيه في اي دبليو اس اللي اسمها اي بي اي جيت واي. طيب الباك اند ده هعمل بيه ايه؟ هقرا منه داتا، هكتب في داتا، هعمل انتجريشن مع سيرفيس ثانيه، هعمل سيرش اجينست كونتنت كبير جدا. الباك اند ده بيسبورت الانتجريشن مع اي اي دبليو اس سيرفيس، سواء من اللي اتكلمنا عليها زي الداينامو دي بي نوسيكوال داتا بيز، زي الاورورا سيرفرلس ريليشنال داتا بيز. كمان ممكن اخلي الباك اند ده امبلمنتيشن على HTTP هوستد على الانترنت، سواء كان سيرفيس تانية خالص API موجودة على الانترنت، الباك اند بتاعي ممكن يكون بيسبورت ده، او ان انا اروح للاي دبليو اس لامدا فانكشن عشان ابدا اكتب الكود بتاعي اللي بيعمل ايه، يا اما بيعمل بزنس لوجيك، يا اما بينتجريت مع سيرفيس تانية من الاي اي سيرفيسز اللي احسن اتكلم عليهم، يا اما بينتجريت مع اذر اي دبليو اس سيرفيسز حتى لو موجودة سواء برا الـ AI أو الـ ML زي الـ IoT زي الـ Other Databases وهكذا. ده شكل الـ Architecture بشكل عام على AWS. بس احنا اتكلمنا كتير جدا يا حسان، نعمل ايه بقى عشان نبدأ نشتغل؟ انا بالنسبة لي انا حاسس الناس كلها متحمسة جدا ان احنا نبدأ نشتغل على AWS، نعمل ايه عشان نبدأ نشتغل؟ 100%. اول اشي يا امجد، احنا اتحمسنا كتير صراحة، وانا حمستني. يعني انا اول مره بطلع على الموبايل ريفرنس اركيتكتشر والطريقه اللي يو سمبليفاي ات اكثر من كومبوننت يو كان ادت عليها. واللطيف الموضوع اللي برضه لفت انتباهي زي ما انت بطلت، لما من ناحيه بقدر اضيف داينامو دي بي سيرفرلس، او حتى ممكن انا اضيف الاي اي سيرفيسز من استخدام اللامدا فانكشن. فانا بتخيل اللامدا ممكن تكون موجود فيها اكثر من كود. لو بدي اف اي تو كول الامازون ريكوجنيشن سيرفيس، بقدر استخدم تو لاين اوف كود تو جو على امازون ريكوجنيشن، ومن ثم برجع بالريسبونس باك. ف ذيس از ذا باور اوف بينج فليكسيبل وبرضه بينج اجايل. طيب هاو تو جو نيكست؟ اكيد تو جو نيكست، اكيد انا لا بدي عندنا احنا للهاكاثون تايم بيريود از ليميتد، بس ات ذا سيم تايم الـ availability تبعت الـ resources موجودين to get started. أمجد حتى لنا عن الـ front end and back end من ناحية web development، إذا بتروحوا على اللينك الموجودين هون اللي هو getting started link، راح تشوفوا مجموعة tutorials quick tutorials لكم تساعدكم بهذا الموضوع. إذا حبينا نروح على الـ AIML وبالتالي فعنا الـ AIML capabilities as well. أنا من الناس اللي كتير بحب تضيف ديب كمان، ممكن أطلع على applications أكتر، أحب أشوف أكتر على serverless. فأنا في عندي هنا مجموعة دايف ديب tutorials، في جزء منها 100 level عبارة عن 10-15 minutes، في جزء آخر ممكن ضلوا ساعتين أو ثلاث ساعات كتوتوريال. فأي encourage everyone of you وإنتوا عم بتفكروا بالأفكار الموجودة عندكم to go على getting started source center، وبالتالي نطلع على هذه المعلومات. هاي واحد. اثنين، انا بدي AWS account حتى ابدا فيه. وبالتالي اذا ما عنا AWS account حاليا، definitely بامكاننا نروح register على AWS account. It will ask a certain set of questions ومن ثم you will have access على ال console، وبالتالي access على كل services الموجودين حاليا available لنا. Once you create the account راح يطلع لها free tier layer بهذا الاكونت. في جزء منه مثلا اذا استخدمنا سيج ميكر فينا نستخدم عدد من الساعات to train the model as free of cost. اذا بنستخدم الامازون ريكوجنيشن سيرفيس بتقدر نادي احنا API calls على هذه السيرفيس، وبالتالي you can develop while being cost optimized as well. فبنصحكم كمان تروحوا على الفري tier link ونشوف شو هم السيرفيسز الموجودين لنا as a free cost.
اخر شيء اكيد في عندنا مجموعه لينكس ثانيين حبينا نحكي لكم اياها. بيلد اون اي دبليو اس واحد من راح تشوفوا الافكار اللي احنا حكيناها اليوم وافكار ثانيين. واي نوت تو ري انفنت اند ري انوفيت، نطلع على بعض الافكار ناخذ افكار ثانيين. جيتنج ستارتد اللي حكيت لكم عنها قبل شوي، كريت اي دبليو اس اكونت. في مرات احنا ممكن نحتاج more detailed training. إذا أنا حبيت training عن search maker how to build a model أو ال IoT اليوم ممكن ما صح نغطي عن ال IoT. If you go على training في عنا مجموعة online trainings available لنا حتى تساعدكوا as a tool set للهاكاثون. ففي النهاية إحنا راح إحنا ك AWS ساعدين إنه نكون موجودين as part of الهاكاثون. We are your partners with this journey. We would love to hear the ideas تبعتكم ونشوف the innovation ideas كمان اللي راح تكون موجودين. السنة الماضية كان في كثير من الأفكار الحلوين اللي ترجمت إلى projects، وأنا متأكد إنه السنة هاي راح تكون في عنا أفكار أفضل وغنية أكثر. ف let's build and let's innovate. وإحنا موجودين إذا في تساؤلات على الشات أو إذا في تساؤلات تانية، وأكيد هذه ال presentation ممكن تكون مسجلة. وبالتالي راح تشوفوا اللينكس الموجودين. شكرا لكم جميعا وبالتوفيق في افكاركم. يلا نعمل حاجه كويسه جدا كل المجتمع يستفيد منها، انا شور من ده. وزي ما زميلي احسان قال احنا معاكم، احنا يور بارتنر، في اي مساعده مطلوبه ان شاء الله تعرفوا توصلوا لنا عشان نساعدكم في اي حاجه ليها علاقه بدبليو اس. شكرا لكم وبالتوفيق جميعا. بالعافيه.